وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة بتستهدف خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان وأيضاً النهوض بمشروع البتلو. تفاصيل أكتر إحنا معانا عبر الهاتف دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلاً بحضرتك يا دكتور معانا. يعني بداية خلينا نعرف من حضرتك يا دكتور فكرة عن المشروع القومي لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وأهمية هذا المشروع. طبعا الحقيقة أكيد حضرتك عارفة في كل السادة المستمعين والمشاهدين يعلموا أهمية الإنتاج الحيواني في مصر والحفاظ على الأمن الغذائي، وطبعا دي أولوية من أولويات الدولة المصرية أكيد. في الفترة الحالية، وهنلاقي في كم استثمارات ضخمة بيتم ضخها في مجال الامن الغذائي بمختلف انواعه، سواء عن طريق تطوير بقى الانتاج النباتي او الانتاج الحيواني او الداجيني او السمكي. وكل هذه الاستثمارات هدفها ان احنا نعظم من العائد الخاص بالانتاج الحيواني. وطبعا من اهم مكونات الانتاج الحيواني عندنا في مصر هو انتاج الالبان. والحقيقه يعني احنا عندنا نسبه كبيره من المربيين اللي بيربوا في رؤوس ماشيه اقل من 10 رؤوس، وبالتالي ده بيبقوا مستنيين مراكز لتجميع الالبان، لان اكيد حضرتك تعلمي من الألبان من المنتجات كراهة التلف. وبالتالي احنا لما يكون عندنا رؤوس ماشية موزعة على صغار المربيين، نسبة تقريبا 80% من إجمالي الحائزين أو المربيين للثروة الحيوانية، احنا بنتكلم في 80% منهم أقل من 10 رؤوس. فلما نعمل في كل منطقة مركز لتجميع الألبان اللي يقدر يجمع ألبان هذه الرؤوس الماشية أو من المربيين الصغيرين دول، نبدأ بالتالي نحافظ على إنتاجنا من الألبان اللي 80% منه بيجي من اللي هي الحائزين الصغيرين. فمراكز تجميع الألبان دي أولوية كبرى. طبعا السيد الرئيس اهتم بمراكز تجميع الألبان وبتطويرها، وطبعا في تنسيق حصل لأول مرة مع الهيئة العامة أو الهيئة القومية لصيانة الغذاء ومع وزارة الزراعة عشان يطلع قرار وزاري من السيد وزير الزراعة لتنظيم مراكز تجميع الألبان ونحط الاشتراطات والضوابط اللازمة اللي لازم تكون موجودة فيها علشان نسهل على أهالين المربيين إن احنا نرخص لهم بقى يبقى في كل منطقة يبقى في مركز تجميع ألبان. احنا وصلنا أكثر من 200 طلب لإنشاء مراكز تجميع ألبان، إن شاء الله احنا مستمرين في تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية وكمان أمين. تطوير المراكز القائمة بالفعل. لأن مركز تجميع الألبان ده مهمته إن هو يجمع الألبان من صغار المزارعين والمربيين ويجمعهم في تنكات مبردة علشان نحافظ على اللبن، وبعد كده نبدأ نعمل له بعض المعاملات البسيطة علشان ننقله إلى أماكن بيع وتجهيز الألبان علشان خاطر يكون عندنا منتجات بقى زي الزبادي أو الألبان المعفاة أو الألبان الطازجة أو ما إلى ذلك من مختلف الأنواع من الألبان. لما يكون عندنا نقاط للتجميع ده يحافظ على سعر اللبن وبالتالي يحافظ على عائد المزارع أو المربي، كمان يحافظ على جودة اللبن وبالتالي يحافظ على صحة المواطن المصري، ثالث حاجة يحافظ على يعني استدامة المشروع أو المشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني، خصوصا إحنا عندنا دلوقتي مشروع كبير لإحياء البتلو ومشروع لاستكمال الطاقات الفارغة، وكمان السيد الرئيس أطلق مشروع لتحسين السلالات من خلال عدد من المبادرات اللي بتعظم من إنتاجية الألبان وتعظم من إنتاجية اللحوم، إضافة إلى مشروع إنشاء أو إدخال مليون رأس ماشية جديد على مراحل في الدولة المصرية. حلو جدا. طيب حابة أروح مع حضرتك للمشروع القومي للبتلو وآخر تطورات تنفيذ هذا المشروع. بالنسبة للمشروع القومي لإحياء البتلو، إحنا عندنا الدولة المصرية حريصة على تطوير هذا المشروع اللي بيهدف إلى إن إحنا نساعد المربيين اللي بيملكوا يعني أقل من 10 رؤوس على إن هم يشتروا رؤوس البتلو ويحافظوا عليها ويعملوا لها معاملات التربية. فكرة من المشروع إن إحنا كان عندنا يعني مالك رأس البتلو كان بيبيعها لأن هو ممكن ما يكونش عنده مقدرة على تغذيتها، ممكن يكون محتاج لبعض السيولة فكان بيبيعها وبيتم ذبحها. احنا كنا حريصين على هذا الامر لان الحقيقه لما بيتم ذبح راس البتلو بيجيب من 80 ل 100 كيلو فقط، لكن لو استنينا عليها اقل من سنه مع تغذيه جيده بتدي تقريبا 400 كيلو، احنا بنتكلم في 5 أضعاف كميه المعروض من اللحوم، وبالتالي دي نقطه هامه جدا. عشان كده احنا ساعدنا صغار المربين وصغار المزارعين تحديدا لان هم اللي بيبقوا اكثر احتياجا للتمويل بتمويل شراء رؤوس البتلو وتمويل تغذيتها كمان. الهدف من ده ان احنا نساعد المربي ان هو يصل بوزن راس البتلو الى وزن 400 كيلو، هو الوزن المثالي اللي صدر قرار وزاري بتنظيم عمليه الذبح داخل المجازر وفقا لهذا الوزن، وبالتالي ده يساهم في زياده المعروض من الثروه الحيوانيه. احنا اقرضنا او ادينا تمويل ل 1.7 مليار جنيه لعدد كبير من المربين الحقيقه على عموم الجمهوريه،
لتربية رؤوس ماشية اللي زادت في الفترة الأخيرة لأكثر ما يعني قربنا من 100,000 رأس. طبعا في اهتمام من السيد الرئيس بضرورة التوسع في هذه الرؤوس، وطبعا في استدامة وفي استمرارية لهذه العملية، وطبعا السيد الرئيس وجه بزيادة حجم التمويل. إن شاء الله احنا مستمرين في هذا المشروع الوطني القومي الهام، وطبعا الحقيقة يعني حتى عملية التمويل بتبقى فايدة مبسطة جدا 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 يعني تكاد لا تذكر. طب طريقة التقديم يا دكتور، يعني لو حد حابب ان هو يعني يرغب في تقديم في مشروع البتلو، يعني طريقة التقديم والإجراءات المطلوبة؟ لا، كل حكاية بروح أقدم طلب لأقرب مديرية زراعة أو أقرب إدارة زراعية أو أقرب بنك زراعي، فرع البنك الزراعي بيروح أقدم طلب هناك. هذا البنك هذا الطلب بيروح للجنة العليا المسؤولة عن الإشراف على مشروع البتلو. طبعا الحقيقة بندي نوعين، الرؤوس اللي هي الأفكار والجاموس بنديها بحد أقصى 10 رؤوس، وفي الرؤوس المحسنة ورأسين عالية الإنتاجية بنديها برقم أعلى شوية بتصل إلى 50 رأس عشان نزود من يعني التوسع في الرؤوس عالية الإنتاج. فدي بيقدم الطلب، بتنزل لجنة بتعين المكان، بتتطابق يعني بتتأكد من مطابقة الشروط والمواصفات المكتوبة في الطلب بتاعه. إذا كانت متطابقة بيتم على طول توفير رؤوس الماشية من خلال توفير التمويل اللازم ليها. وطبعا عملية التمويل دي بتتم يعني بيبقى فيه دور وبيبقى فيه إجراءات بتتاخد للموافقة على هذه الطلبات التمويلية، وبعد كده بيتم عمل لجنة لمعاينة الموقف والتأكد من وجود الماشية والتأكد من وجود الأعداد اللي تم الموافقة عليها، وبعد كده بيتم توفير الجزء الثاني للتغذية علشان خاطر نحافظ على هذه الرؤوس. وطبعا كل الممولين أو كل اللي بياخدوا المقترضين يعني أو الحاصلين على تمويل بياخدوا تأمين شامل للثروة الحيوانية بتاعتهم علشان خاطر لو تعرضوا لأي مخاطر أو حاجة يكون عندنا صندوق التأمين على الماشية بيتم توفير استعاضة مناسبة ليهم علشان نحافظ عليهم ونمنحهم من الوقوع في أي مشكلة أو أي تحدي نتيجة الحصول على التمويل. حلو جدا، كل التقدير والتحية لحضرتك وللمجهود اللي بتقوموا بيه. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.